أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي سيطر على منطقتين سكنيتين شرق أوكرانيا. يأتي ذلك بينما تواصل القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك في نفس الوقت الذي تحاول فيه صد محاولات التوغل الأوكراني في كورسك غربية روسيا. هذا وأعلنت روسيا بأنها صدت هجوما كبيرا شنته أوكرانيا بالمسيرات، أسقطت منها نحو 160 مسيرة، معظمها كان يستهدف مناطق حدودية بالإضافة للعاصمة موسكو. هذا وقد كثفت روسيا هجومها أيضا على مستوى دونيتسك كما أشرنا، حيث قالت إنها حققت مكاسب ميدانية هامة هناك. ووصف قائد الجيش الأوكراني الوضع على صعيد الجبهة الشرقية بالصعب. تصعيد غير مسبوق في حرب أوكرانيا. روسيا أعلنت أنها صدت هجوما كبيرا بالمسيرات حاولت من خلاله كييف استهداف 15 منطقة روسية. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها أسقطت 158 مسيرة معظمها في مناطق حدودية، في حين أسقطت مسيرتان كانتا تحاولان استهداف العاصمة موسكو. ويبدو أن بعض المسيرات الأوكرانية نجحت في مهاجمة هدفين على الأقل حسب المصادر الأوكرانية، فقد أصيبت محطة كهرباء تعمل بالفحم قرب العاصمة موسكو، لكن مسؤولا محليا قال إن الهجوم كان فاشلا ولم يتسبب في تعطيل عمل المحطة. تحدثت وسائل إعلام روسية عن نشوب حريق في مصفاة للنفط داخل حدود موسكو، إلا أن رئيس بلدية المدينة نفى وقوع إصابات أو خسائر. هذا الهجوم الأوكراني تزامن مع تقدم واسع تحققه القوات الروسية في مقاطعة دونتسك، فقد كثفت عملياتها للسيطرة الكاملة على مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي حيوي يستخدمه الجيش الأوكراني. قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي وصف الوضع الميداني بالصعب في مواجهة الهجوم الروسي، قائلا إنه يجري اتخاذ جميع ما يلزم على كل المستويات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن وحداتها حققت نجاحات ميدانية عبر السيطرة على مناطق وبلدات والتقدم في محاور عدة. وتحدثت موسكو عن مقتل المئات من الجيش الأوكراني وخسائر في الدبابات والمركبات القتالية والمدافع. مزيد من المتابعة معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج مرحبا بك معنا، إذا ضعينا في تفاصيل ربما آخر تطورات ميدانية مع المكاسب اللي حققها الطرف الروسي على صعيد الجبهة الشرقية في أوكرانيا وأيضا فيما يتعلق بصد الهجوم الأوكراني. نعم إيمان، هذا الهجوم الذي وصف بأنه الأضخم والأكبر من قبل الجانب الأوكراني باستخدام المسيرات الذي استهدف 16 منطقة روسية أغلبها يقع في مركز البلاد بدءا بالمناطق الحدودية بيلغراد بريانسك وكورسك التي كان لها النصيب الأكبر من هذه الهجمات من حيث عدد المسيرات. طبعا في أغلب الأحيان لم تصب هذه المسيرات، في أغلب الحالات لم تصب هذه المسيرات أهدافها التي كان قد رسمها لها الجانب الأوكراني والتي حددها الروس بأنها منشآت للطاقة بالدرجة الأولى، أيضا المطارات في بعض الأحيان مستودعات للوقود، لكن طبعا بعضها وعدد محدود جدا منها أصاب بعض هذه المنشآت الموزعة بين موسكو وتفير. مقاطعة تفير تقع على الطريق السريع أو الطريق المباشر الذي يربط موسكو بسان بطرسبورغ إلى الشمال منها. نتحدث بالنسبة لموسكو عن منشأة نفطية صناعية طبعا في ضواحي العاصمة الروسية، حيث اندلع حريق كبير كما تحدثت السلطات المحلية صباح هذا اليوم، تم التعامل معه. هذا الحريق طبعا امتد على مساحة لا تقل عن 40 مترا مربعا. فيما يتعلق بالمنشأة الثانية وكانت قد ذكرت في التقرير الذي استمعنا إليه منذ قليل، لم تتأكد التقارير فيما يتعلق بمحطة الطاقة أيضا قرب أو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو التي أصابها الجانب الأوكراني، وفي ذلك طبعا تباين واضح بين التقارير الروسية والتقارير الأوكرانية.
الأوكرانية. أيضا أحد المطارات في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، إحدى المطارات في الضواحي الجنوبية منها أيضا، كان من المتوقع أن تكون أحد أهداف هذه الهجمات الأخيرة، لكن تم تحييد هذه المسيرة التي كانت تريد استهداف هذا المطار، وهو معطل حركة الملاحة في مطارين آخرين هما فنوكوفا ودمادييدوفا على المشارف الجنوبية من موسكو. هناك حالة من الاستنفار والاستعداد طبعا الأمني والعسكري مواكبة لهذه التطورات، خصوصا مع تصاعد الأحاديث والتقارير التي تقول بتزايد الإمكانيات، رغم حديث الجانب الأوكراني الذي اعتدنا عليه أن هناك تناقصا في المعدات والأسلحة، لكن الجانب هناك تقارير كثيرة إعلامية وعسكرية روسية تتحدث عن تنامي القدرات لدى الجانب الأوكراني، وهو ما يضع الجانب الروسي في حالة استنفار دائم. شكرا جزيلا لك يا ريج محمد، مراسلتنا من موسكو.